طبعا الجدل لا يتوقف، لا يتوقف مش بس في مصر، لا يتوقف مش بس في الشرق الأوسط، لا يتوقف في العالم. وبالمناسبة هو الجدل ما فيهوش مشكلة، يعني إن الناس تتناقش وتتجادل وتتبادل الأفكار والأطروحات، وهذا يتفق وهذا يختلف. ده بالمناسبة من ضمن الشيم الجيدة في البشر. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين. كيفية إدارة هذه الاختلافات هو ده بقى المهم. أنا بدير الاختلاف إزاي؟ بدير المناقشة إزاي؟ بدير الجدل إزاي؟ هل بديره بالطريقة بتاعة أنا صح وإنت غلط، ولو قلت حاجة غير اللي أنا بقولها تبقى إنت أما إنك كافر، أو أما إنك منحل أخلاقيا، وأما إنك لا تفهم أي شيء، أو إنك مش عارف جاهل، ولا أنا بدير الجدل أو المناقشة أو الطرح المختلف بالطريقة بتاعت طب قول لي وجهة نظرك، قول لي دليلك، أنا أقول لك وجهة نظري وأقول لك دليلي ونتناقش. ودايما وهنا ده بقى اللي بيفرق، مسألة مجتمع متحضر من مجتمع مش متحضر. المجتمع المتحضر بيناقش الأمور إزاي؟ مش بالعداء، ما هياش خناقة ولا هي شتيمة ولا هي سب ولا هي لعن ولا حاجة خالص. انت بتتفق مع ده حقك، مختلف معاه برضو حقك. بالمناسبة طيب حصل جدل رهيب شديد خلال قد ايه؟ اقل من 24 ساعة. منصة نتفليكس او بلاتفورم نتفليكس الشهير لعرض الافلام والمسلسلات والوثائقيات، وهو واحد من اشهر والاكبر على مستوى العالم، يوم الجمعة اصدر فيلم أصحاب ولا أعز. حلو؟ طيب الفيلم هو بطولة لمجموعة من الفنانين المصريين واللبنانيين، ومن ضمن الفنانين أنا أحبهم جدا عادل كرم جدا، وناديل لبكي طبعا جدا جدا يعني، وفي رأيي دول من أهم الفنانين يعني اللي في المنطقة العربية. شهادتي فيه بقى إياد نصار ومنى زكي هتبقى دايما مجروحة، ويقول لك أنت دايما هتتحيز للمصريين، فأنا مش هتحيز لحد ولا حاجة، لكن أنا بتكلم على فيلم. شفت الفيلم يا يوسف؟ آه شفت الفيلم يا يوسف، شفته كويس. هو نزل يوم الجمعة، أنا شفت الفيلم يوم الجمعة. خلاص كده؟ طيب طيب الجدل أقام الدنيا ولم يقعدها، وطبعا اللي خد نصيب وافر من الهجوم في هذه الحال كانت منى زكي. خلونا ناخد الاول معانا على التليفون كاتبنا وناقدنا الكبير استاذ طارق الشناوي، نرحب بيه اولا. ازيك يا استاذ طارق؟ اهلا وحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ربنا يخليك يا رب. الحمد لله على سلامتك. ازاي صحه حضرتك؟ كله تمام؟ كل شيء تمام. الجدل الذي ثار في تقريبا 24 ساعة ولم يهدأ حتى هذه اللحظة، فيلم أصحاب ولا أعز اللي تم عرضه على منصة نتفليكس، رأي حضرتك إيه في هذا الجدل؟ وهل إذا شاهدت الفيلم رأيك إيه في الفيلم؟ طبعا شاهدت الفيلم. حلو. مؤكد يعني أقول لك بداية أن الجدل ما فيهوش مشكلة زي ما أنت قلت في الأول. جميل. هي المشكلة في أي اتهامات أخلاقية بتوجه هنا بقى يبقى في مشكله، لكنك تختلف عن الفيلم مع الفيلم مش مشكله. لا، اللي حاصل يعني الجزء اللي احنا ممكن نتوقف عنده هو ان هناك اتهامات اخلاقيه طالت منى زكي بدراوه بدون وجه حق، لانها بتؤدي دور. طبعا بتؤدي دور كويس، والدور ده تطلب بعض تفاصيل عملتها. الجزء الثاني، هل الفيلم يدعو للمثليه الجنسيه ولا لا؟ شفته كويس جدا، الفيلم لا يدعو للمثلية الجنسية، هو لا يدين بشكل مطلق المثلي، هو بيقدم احيانا الادانه واحيانا لا ادانه، بس ما فيش تأييد. بس وقبل كده احنا لينا قبل كده في فيلمين مصريين على الاقل وقفوا في منطقه محايده، ديل السمكه وعماره يعقوبيان، والاثنين كان سيناريو وحوار وحيد حامد بالمناسبه الله يرحمه. طيب. يا رب. ديل السمكه كان اخراج سمير سيف، ويعقوبيان اخراج مروان حامد. لو انت فاكر الشخصيه اللي عملها رؤوف مصطفى في ديل السمكه، طبعا قال لهم انا اتولدت كده يعني مفيش بيدي حاجه، وخالد الصاوي قال ما معناه ان هو ضحيه لانه قصيد عليه وهو طفل. فعايز اقول ان حتى السينما المصريه في فترات سابقه ومع كاتب كبير لم تقدم ادانه مطلقه. فايه اللي عمله الفيلم ده يجعل مثل هذه الامور تصل لكل هذه الحده ولكل هذا العنف؟
يعني انا شايف ان في تجاوز عنيف جدا وجه ضد صناعه، وبالذات منى خدت القسط الكبير، وحفظي كمشارك في الانتاج خد قسط ايضا بلا مبرر. بلا مبرر كل نتفليكس بتقدم اعمال فيها مثليه جنسيه، يعني بعيدا عن هذا الفيلم ده موضوع ثاني، لكن ده حاجه وده حاجه يعني. لكن نحاكم الفيلم كفيلم، ننظر اليه كفيلم. الفيلم لم يدعو للمثليه الجنسيه ولم يؤيد الخيانه الزوجيه، ما هي نزيل لبكي عملت علاقه غير شرعيه مع صديق جوزها. هنا برضه دي دراما وبنشوفها كتير في اعمال مصريه، ايه المشكله؟ دي هنا شخصيه نادين لبكي. دي هنا شخصيه دراميه، فازاي نحاكم الدراما يعني؟ وزي يقول لك منى بتشرب كتير في الفيلم، ما هو عادي، الشخصيه بتتطلب ده في عملته. يعني في حاجات كده احكام ليس لها علاقه او منطق. اصل هو غريب ان الناس بتحاكم منى على فيلم، يعني انت بتحاكمها على شخصيتها في فيلم ازاي؟ يعني مش مقبول. لما فاتن حمامه عملت لا انام ايضا قوبلت بهجوم صارخ. لان في خيانه. الناس عاده وعشان يعملوا نهر الحب كان في مشكله، لان هي هنا في خيانه للزوج اي مكان بقى، يعني في خيانه لزكي رستم. الفيلم ده اكيد الناس فاكراه كويس، فتفتح حمامه جوز زكي رستم وعامله علاقه مع عمر الشريف. فبيحصل دايما في الضمير كده الجمعي لما يكون فنان محبوب قوي او فنانه، يعني فالناس بتبقى مش عايزاه يعمل اي خطا اخلاقي على الشاشه، مع ان دي الدراما. فهي مساله متعلقه بانه منى عند الجمهور حاله مثاليه. وده غلط، هي ممثله في الاخر، ممثله مش بتقدم شخصيتها، هي ممثله فيجب ان تعامل كممثله مش كمنى. طب هنا في رأي حضرتك مش بقى كبس كناقد سينمائي يا استاذ طارق، لكن كمان ككاتب، انه ايه السر وراء انه اصبح الجدل بيذهب في احيانا كثيره مش بس على الفيلم ده لاصدار احكام اخلاقيه على صناع الفيلم، ممثلينه او منتجينه او مخرجينه، ومش بس الفيلم ده، يعني اكتر من فيلم قد يشهد جدل مصحوب باطلاق الحكم الاخلاقي. ليه؟ وهي دي اكبر مشكله بنعيشها، وهو تفشي ظاهره اطلاق الاحكام الاخلاقيه على الاعمال الفنيه بدراوه. وكل شويه تجد انه حد مسك عمل فني ويحكمه اخلاقيا، مش بيتكلم بقى على المونتاج والديكوباج والموسيقى التصويريه واداء الممثلين، هي العناصر الابداعيه، لا بيبص بقى بزاويه محدوده جدا ويبتدي يرمي صناعه دي ضربات تحت الحزام تحت الحزام يعني. وده اكبر حاجه ممكن تعرقل الابداع والفن، ان دايما هناك ضربات تحت الحزام ليس لها علاقه بالمنطق الفني. طيب يجي هنا برضو عندي سؤال، ناس كتير تيجي تقول ما هو أصل الفيلم، يعني حتى بعض من أصدقائي وزمايلي وإحنا بنتناقش قبل الحلقة ويمكن قبل حتى مكالمة حضرتك مباشرة مفيش بدقيقتين، فكانت الناس بتتكلم يعني أنت تخلي ولادك يتفرجوا على الفيلم، فأنا الحقيقة كانت إجابتي إنه الفيلم ده نتفليكس وفوق 16 فوق 16 وكمان عامل تحذير تاني به ألفاظ نابية. خلاص يعني في أكتر من كده، زي ما أجي أقول لك ده فيلم رعب، هو افلام الرعب مصرح بيها في العالم كله، بس على ان انا زي ما اقول لك ده فيلم رعب. في ناس يعني بتبقى متجاوزه ال 20 سنه وال 18 وال 40 ما بقاش تتفرج على فيلم رعب، قلبه يقف، فانا بحذره من الاول. فبالتالي على الجانب الاخر لما اقول لك ده فيلم فيه الفاظ نابيه، في ناس حساسه امام اي لفظ، اوكي ده ما يتفرجش على الفيلم. صح. يعني بالذات ان هناك تحذير. اذا انت اتفرجت عليه وحسيت بتقزز اقول لك طب ما انت ليه اتفرجت عليه؟ طالما ده بيثير جواك التقزز ده كله، انا لما حذرك من الاول، ده الاكل سبايسي، ده سبايسي، اوكي هقترب منه او لا. صح. فالحقيقه انا مش شايف للضجه دي ونائب عام ومجلس الشعب ليه ده؟ ومحاكم كتير قوي، يعني كتير قوي ان تبقى ردود الفعل بهذه المبالغه، كتير جدا جدا. هي منصه مدفوعه باشتراك وما هياش عرض عام مجاني. يعني بإرادتك، يعني بإرادتك، بإرادتك، تدفع فلوس
او ما تدفعش، دفعت فلوس اوكي بقت موجوده. وانت عارف ان فيها انه الاعمال الدراميه في نتفليكس لانها السقف بتاعها غير السقف بتاع الاعمال العربيه صحيح، فبالتالي او المصريه، فبالتالي انت مدرك انت رايح فين، ما فيش خداع، ما فيش خديعه، لا انت عارف رايح فين. طيب جزء من الجدل واللي كان برضو قائم وثائر، أنا سمعت الجملة دي بوداني، البعض قال لي ما هو برضو حط في بالك أنه منى زكي على سبيل المثال للحصر ده من ضمن مجموعة صناع الفيلم والمشاركين فيه، هي واحدة من رموز السينما النظيفة، فإزاي تعمل فيلم زي ده؟ بص منى فرضت عليها السينما النظيفة، هي لم تختارها، لأن خد بالك منى ظهرت إمتى؟ كان اول حاجه العائله لو انت فاكر كان طبعاً. 94 حاجه كده كويس، كان عندها 16 سنه 15 سنه ومشيت بقى المسيره دي اللي هو الجيل اللي طلع بعد يسرى وليلى والهام، طلع في ظل قانون مغاير انه في حاجه اسمها سينما نظيفه. فهل تعتقد ان حد عنده 15 سنه او 16 سنه يقدر يقاوم تيار اسمه سينما نظيفه؟ لا، مشيت في التيار وعملت افلام ينطبق عليها تعبير السينما النظيفه، لا للقبلات لا للمايو لا لكل الاخلاق اللي انت عارفها دي، لكن هي جواها ممثل قوي جدا، بدليل ان يحيى شهرزاد كان في خروج عن كل التابوهات الاولانيه، وكان اظنه شكل من اشكال التمرد على المصطلح مظبوط. وعندك كمان افراح القبه، وده مسلسل درامي برضو كان في خروج عن الحاله دي. فمنى جواها صوت الممثل عالي جدا وعايز يقفز فوق الاسوار دي وفوق التابوهات، لما بتلاقي فرصه، واعتقد انها اختيار صائب منها، هو ان عملت كده. هو ايه اللي ادى قوه؟ ايه اللي بيخلي سعاد حسني سعاد حسني؟ تعدد الادوار اللي بتعملها. يعني اللي ادى تاريخ لسعاد حسني انها انطلقت في كل الادوار. شاديه، ناديه لطفي. طبعا طبعا، انا ضربت مثلا طبعا بنجمه واحده، مع كل احترامي طبعا لكل الاسماء طبعا طبعا الاخرى، طبعا طبعا كلهم انطلقوا في مناطق ابعد وبقى في رصيد. يعني مثلا دور العلمه اللي عملته مدام ناديه لطفي كذا مره. طبعا. طب ايه المشكله؟ بالعكس عملت ريري قوي. عملت دور ريري كمان. وعملت البروستيتيوت ويسرى عملت. يعني عايز اقول ان ده الادوار دي يعني نستهجنها اخلاقيا، اوكي؟ الو؟ انا معاك يا استاذ طارق، انا بسمع. نستهجنها اخلاقيا ماشي، بس مش دراميا، دراميا حاجه ثانيه. إذن أقدر أقول أنه الأستاذ طارق يرفض هذا الشكل من الهجوم والحكم الأخلاقي على صناع عمل سينمائي أو درامي. ده صحيح، هو ده الموضوع. طيب أخيرا بقى، تقييمك إيه للفيلم؟ هنا بقى نقد سينمائي طح العلم بيقول طبعًا. إيه؟ بص الفيلم كان في الجزء الحواري كان بيحتاج، لأنه قائم على الحوار، كان محتاج لشوية تكثيف. هو طبعا واضح أن المخرج إدى مساحة ارتجال طبعا دي حاجة أنا أحسها، يعني ما عنديش يقين منها، لكن أنا حسيتها إنه في مساحة ارتجال عشان تعمل نوع من الطبيعية أمام الكاميرا للأبطال، كويس؟ هذا الهامش أنا شفته، لكن كان محتاج لبعض تكثيف في الحوار في المونتاج بعد كده عشان ما تحسش إن في معلومات متكررة بتسأل أكتر من مرة، لكن معقول طبعا. ده هو واحد من حوالي مثلا قول 10 أو 12 نسخة بكل لغات العالم اتعملت لنفس الفيلم ده. يعني ده فيلم طلياني، ولأنه جاذب للمخرج، لأنه في قيد للزمان والمكان، وبيفتح الباب أمام أفكار كتير. صحيح صحيح. يعني أنا أشكرك جدا 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 أستاذ طارق، كل الشكر لكاتبنا وناقدنا الكبير أستاذ طارق الشناوي.